قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والدفاع الوطني أحكمت سيطرتها على قمة جبل سلدرين المعروف بمسمى تشالما ومحيطه المشرف على مدينة كسب في ريف محافظة اللاذقية. يأتي ذلك فيما قال نشطاء المعارضة أن المعركة مستمرة بين مقاتلي ما سمي بمعركة الأنفال والقوات الحكومية في مناطق عدة بجبل الأكراد. وبثوا شريطا مصورا يظهر ما قالوا إنها عملية إطلاق صواريخ باتجاه جبل تشالما.